بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء نشرح أداة Eyedropper Tool، أداة انتقاء الألوان من الصور، ونشرح Color Picker. هما الاثنين متعلقين ببعض إلى حد كبير. أداة Eyedropper موجودة في شريط الأدوات Tool Bar في المنطقة هاي بشكل قطارة بشكل ماسة. لو قفت عليها بزر الفأرة الأيسر تضغط على ضغطة واحدة اختصارها من خلال لوحة مفاتيح حرف الـ I. وظيفة الأداة هاي إنه أنا أروح أقف في أي مكان في الصورة وأضغط بزر الفأرة الأيسر. بمجرد ما أضغط هلاقي اللون ظهر عندي هان في الكلر بيكر، تمام، وكمان ظهر عندي في البلد تاعت الكلر. لو جيت انا وقفت في مكان تاني هلاقي انه اللون اتغير في الكلر بيكر وفي البلد تاعت مين الكلر. شايفين كيف؟ يبقى الاي دروبر بتعتمد على انتقاء او اختيار اللون في المنطقة اللي انا واقف عليها. طب ايش بتفيدني الاداة هاي؟ بتفيدني بكل بساطة انه لو في عندي تصميم حلو وعجبني انه اعرف الالوان المستخدمة في هذا التصميم ايش هي بالضبط، واعمل التصميم بتاعي بناء على هذه الالوان واستخدمها. خلينا نشوف الخصائص المهمة في اداة الايدروبر تول. الخاصية الاولى اللي هي سامبل سايز، المقصود فيها حجم العينة، وعندي حجم العينة بتتراوح من بوينت سايز الى 101 باي 101 افريج. خلينا نشوف البوينت سامبل، نضغط في المنطقة هاي ايش عطاني؟ عطاني اللون هذا. طب لو ضغطت في المنطقة هاي اللون هذا، في المنطقة هاي اللون هذا، سواء في الكلر بيكر او في الكلر بلد. البوينت سامبل معناها بيعطيني عينة النقطة اللي انا واقف عليها بالضبط. طيب لو عايز اكبر السامبل، خلينا نكبر السامبل 101 باي 101 افريج. انا قاعد بضغط على اللون الازرق، ايش اعطاني؟ ظهر عندي اللون البني، او هو اختار اللون البني. طب ايش معنى الكلام هذا؟ وبمجرد انه اضغط كليك في منطقة او في النقطة الزرقاء هاي على اللون الازرق بلاقي انه اعطاني في الكلر بيكر اللون بني وفي الكلر باليت اللون البني، وهذا لأنه أنا كبرت العينة اللي أنا أختار منها اللون. فالفوتوشوب حسب متوسط الألوان اللي موجودة في المنطقة هاي واختار لي اللون. ممكن أستخدم اللون اللي أنا اخترته لو عندي أداة البرش، تمام، وأجي أعمل تلوين في المنطقة هاي، يبقى هلاقيه بلون على حسب اللون اللي أنا اخترته. كنترول زد. طب انا واقف على اداة البرش وبدي انتقل لاداة الاي دروبر، كيف انتقل؟ بمجرد ضغطي على زر الت. لاحظوا كيف تغيرت المؤشر. خلينا نرجع لاداة الاي دروبر تاني ونشوف الخاصية التانية اللي موجودة عندي اللي هي السامبل. حكالي اول لاير، كرنت لاير، اي سامبل. خلينا نشوف البيج هاي. هلقيت في البيج هذا انا عندي، لاحظ موجود عندي اكثر من طبقة. لاير واحد موجود فيها مستطيل رمادي، لاير اثنين موجود فيها مستطيل بني. هلقيت انا ايش مختار في السامبل؟ كرنت لاير. ايش معناها؟ معناها انه الطبقة اللي انا واقف عليها هي اللي هيختار منها الالوان. هلقيت انا واقف على الطبقه اللي فيها مستطيل بني وانا معايا الاي دروبر القطاره او الماصه، لو ضغطت في المنطقه هاي اعطاني اللون البني اللي اخده. طيب نيجي نوقف على اللون الرمادي مش هياخده، ليش؟ لان انا مش واقف على الطبقه تاعته. لو ضغطت في المنطقه هاي البيضة برضه مش هياخده لاني انا مش واقف على اللاير تاعته، تمام. خلينا نختار اللاير الرمادي. وجيت بأداة القطارة، نلاحظ في منطقة الكلر باليت، منطقة الكلر بيكر، اختار لي اللون بني، مش هيختاره لأنه أنا مش واقف على الطبقة تاعته. الأبيض مش هيختاره.
طب خلينا نغير السامبل نحكي له all layers، يبقى كل الطبقات. هلقيت انا اي طبقه واقف فيها مستطيل رمادي. طب نضغط هان اختار لي اياه، لاحظوا نوقف هان اختار لي اياه، نوقف هان اختار لي اياه، يبقى بيختار كل الالوان بغض النظر عن اللاير اللي انا واقف عليها. هاي الاداه مهمه جدا خصوصا عند تنسيق الالوان. خلينا نضغط ضغطين في المنطقه هاي، تظهر عندي حاجه اسمها كلر بيكر، هتظهر لي شاشه في المنطقه هاي فيها اكثر من جزء، تمام، جزء خاص بالالوان في المنطقه هاي وجزء ثاني فيه شويه حروف وشويه ارقام. احنا مبدئيا خلينا نشوف البلته اللي فيها الالوان، ولو نلاحظ اني نيجي ننزل المؤشر بنلاحظ انه الالوان كلها في البلت بتتغير، لاحظوا معايا الحروف في المنطقة هاي اللي هي U Saturation Brightness، المنطقة هاي ال RGB اللي هي Red Green Blue نظام الألوان RGB، النظام الثاني هو CMYK بنسب مئوية مش قيم. هلقيت أنا لو أنا على ال U واقف مجرد أغير الألوان بتغير معايا الساتوريشن، بتغير البرايتنس، الار جي بي، السي ام واي كي، لكن اليو بتظل ثابت. لاحظوا 40 هي بتظل ثابت مجرد انا بغيره. طب لو انا وقفت حطيت كليك على الساتوريشن، الساتوريشن هي اثبت، ومجرد انه اغير بتغير بقيه القيم في الالوان. هلقيت في المنطقه هاي تحت في عندي حاجه اسمها كلر كود، هذه 6 خانات تتكون من أرقام وحروف. هذا الكلر كود متعارف عليه دوليا ومعروف في جميع الأماكن. لو أخذت الكلر هذا الكود هذا في أي مكان هيتعرف عليه. هل قلت لو عجبني أنا أي لون معين، مثلا اللون هذا عجبني، ممكن أروح أحكي له Add to Swatches وأحكي له احفظ لي باسم Swatches وهي الرقم هذا Swatches 2 وأقول له أوكي، وبروح على Swatches وبلاقيه في المنطقة هاي آخر لون. خلينا نرجع في المنطقة هاي وحاول أغير في المنطقة هاي بالألوان. لاحظنا أنه عندي في هنا مثلث وفي علامة تعجب. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أنه هذا اللون مش موجود في ألوان الطباعة اللي هو نظام الـ CMYK. طب عشان أحل المشكلة وأجيب لون قريب منه بضغط بزر الفأرة الأيسر ضغطة على الورنينج هذا بلاقيه بيختار لي لون قريب منه. يعطيكم العافية وبتمنى تكونوا استفدتم من هذا اللقاء.